السلام عليكم مهندس رامي. انا قلت برضو اتاكد من موضوع الكابل، فانا خدت المكنه ودخلتها دايركت بالكابل بتاعها للسويتش دايركت، يعني الكيبل بتاعها دايركت على السويتش من غير كابل، عشان ما يقولش الموضوع هو موضوع كابل. ومع ذلك المكنه اهي، ومع ذلك الايه مش شغاله اهي. شوف واضح ان فيها مشكله في الايه في السويتش نفسه. اهو